مساكم الله بالخير والعافية. نلتقيكم اليوم بحلقة جديدة من مطبخي مع الشيف عرفان. اليوم عندنا شغلات مختلفة ما مسويها قبل، واليوم راح نبدي نسويها. أول شيء اليوم راح نشتغل هواية هواية، كل طلبات وصلتنا على موضوع بخاري الرز أو الرز البخاري اللي مع الدجاج أو اللحم. لكن مشكلة الرز البخاري إنه موضوع عمله شوية طويل، يعني يراد لوقت. شلون عندنا المندي لما نخليه بالفرن ياخذ له شيء ساعتين ساعتين ونص، كذلك عندي الرز البخاري ايضا يراد لوقت على مود نقدر نسويه بالشكل الصحيح. لكن راح نحاول اليوم حتى اذا ما قدرنا نكمل، انا مكمل طبخه اكيد، راح ابدي اشرح المراحل المتبقيه اذا وصلنا لمرحله وما قدرنا نكمل ما موجود عندنا. خلنا ناخذ المقادير مال رز البخاري بالدجاج وبعدين نبدي نسويه باقصى سرعه. عندنا دجاج كامل وعندنا رز 1 كيلوغرام، راح يكون عندي جزر مبروش 2، بصل مفروم مكعبات سمول كيوبس مكعبات صغيره، راح يكون عندي وحده بس كشمش، راح يكون عندي كوب معجون 4 ملاعق طعام متوزعات على مرحلتين نسولف بيها، عصير طماط راح يكون عندي 3 حبات، وكمون حب اللي يعتبر الكمون هو مكون اساسي جدا موجود بالرز البخاري، عندي دارسين وعندي ورغار وعندي نومي بصره والكزبره والكاري والكركم والملح اكيد موجود عندي والدهن الحر. هاي المكونات اللي نشوفها عند الدجاج كامل، انا مكمله بقاله بس نشوي، وعندي دجاج ما مستوي اكيد راح نسويه هسه. عندي هنا التوابل وعندي موضوع الهريسه او الهريسه السوريه اللي يسووها اللي هي شبيهه بالبسبوسه اكيد، وممكن اكو مواضيع بالبسبوسه نضيفها وممكن هنا ما نضيفها بالهريسه، فراح نشوف اكيد شغلها وطريقه عملها. وراح نسوي كذلك القرم ماسالا اللي هوايه طلبوها انه اكرر موضوعها واعيده. اول شيء راح نشتغل احنا نبدي بالدجاج، نبدي نلبس جفوفنا. دائما نحرص على موضوع التعقيم والتنظيف، هذا كلش مهم حتى اذا لبسنا جفوف. عموما احنا فاتحين الباكيت وما نعرف شنو صار بيه، فضروري جدا نهتم بهذا الموضوع. هسه راح نبدي نشتغل. شو راح نشتغل؟ اول شيء قلنا دائما نواظب على استعمال الدهن الحر. الدهن الحر راح يكون عندي دائما هو موجود بالاكل مالتنا. مو دهن حر، زبد. اي نوع زبد حيواني ممكن نشتغل به وراح يكون ما به اي اعراض جانبيه واي مشاكل. خلينا هسه شنو اول شيء بدينا بالدهن. شو راح نشتغل؟ الجزر مبروش عندي مثل ما تشوفون، راح نبدي نخلي الجزر هنا يتقلى. خليني احول النومي بصره او ما يسموه اللومي بالخليج. خلينا شويه الكشمش نخليه بمي، مي حار دائما، يعني استخدمنا مي السخان، نخليه يتنقع شويه وبعدين على مود نبدي نشتغل به. الجزر هنا راح تكون له يعني طعم فوائد هوايه، طعم بالمرتبه الاولى، بالمرتبه الثانيه راح يبدي ينطيني فد لون للدهن الحر اللي راح يكون عندي. هو ابدي من اسوي البصل واسوي باقي المواد راح يبدي ينطيني لون كلش حلو. شوفوا هذا الجزر عندي، الكشمش اللي موجود اصفيه من المي. هو اكله شويه موضوعها مطول، لكن احنا محتاجين دائما انه نكون ملمين بكل الاكلات اللي موجوده، خصوصا المناطق العربيه اللي هي دائما تشتهر بهالاكلات، فلازم نكون ملمين بيها على مود انه نسويها، خصوصا هالاكلات كلش اخذت فد
يعني صيت بالعراق المندي واكلات هوايه بدا الناس يسووها ويحبوها، ونشوف دائما الاقبال على المطاعم اللي تقدم هالاكلات. فالرز البخاري ايضا من الاكلات اللي كلش محببه والناس يحبوها دائما. هي طريقه عملها تقريبا هي مشابهه لموضوع عمل الكبسه. اوكي، شلون نبدي نشتغل الكبسه؟ احنا شلون نسوي الكبسه؟ هو مشابه للكبسه لكن باختلاف مكونات، لكن طريقه العمل جدا بها تشابه. هنا الجزر تقلى عندي والكشمش بدا ينتفخ، خلاص اسحب هاي المواد اللي انا خالهم بالجدر. خلص نشيل ذولا ونبدي هنا شو نخلي؟ البصل، بصل مفروم مكعبات. شوف رأسا البصل بدأ يتحول لون مالته من البنفسجي للون اللي اكتسبه الدهن من الجزر. أنا خال الهريسة أو الهريسة أو شبيهة البسبوسة أو يسموها الناس بسبوسة براحتهم، أنا خالها بالفرن أول 15 دقيقة. إحنا خليها بالفرن راح نطلعها، هسه هاي تقريبا صار لها 16 دقيقة. أوكي، 16 دقيقة صار لها بالفرن، فهسه أنا طلعتها. شنو راح اسوي؟ هاي طبعا من النهايه، هسه شويه نشتغلها وتشوفوها. نبدي نقطع الاشكال اللي نريدها احنا بيها. تريدوها مكعبات، مربعات صغار، مربعات كبار، انتم براحتكم. وهنا قطعناها. شو راح نسوي؟ راح نرد نرجعها للفرن شي 10 دقائق وراها راح تكون جاهزة، بس أكيد راح نسويها احنا هنا، بس ضروري جدا انه كان استثمر الوقت اللي عندي في سبيل انه نلحق نسوي الشغلتين اليوم. هذا البصل هنا صار عندي. اوكي، ايش راح نخلي؟ كمون حب. كمون راح يكون عندي، طبعا الكمون مشابه للكراويه، الكراويه دائما اللي يستخدموها الاطفال، عفوا اللي عندهم غازات او شيء يشربون مي الكراويه، كمون يشبه الكامل. راح نخلي الكمون الحب اللي هو يعتبر مكون جدا اساسي ومهم بالرز البخاري. وراح ينطف الطعم طيب كلش، خصوصا انه سولفنا التوابل اللي موجوده واللي نستخدمها، التوابل اللي نستخدمها دائما تكون كامله راح تحتفظ باغلب الاطعمه الموجوده بها وراح نحصل على طعم 100%. فهذا اللي دائما نسولف عليه. خلي ورق غار، خلي دارسين، هم عود، كزبرة، كمون اعتيادي مطحون، شوية بهارات مشكلة أو كاري تحبون تخلون براحتكم، وشوية كركم. هاي كلها مواد خليناها احنا بالبداية، راح نخليها تاخذ الطعم اللي هنا موجود عندي. شوفوا يعني صار عندنا طعم البصل وطعم التوابل وطعم الجزر ولونه كلهم صاروا هنا. اوكي، راح ابدي
اخلي هنا شويه معجون مو هوايه، لان انا خال ويا عصير الطماطه. البصل عموما بصل افطر هالمواد البوتيتا لما تنزل ويا الزيت او الدهن تسحب الكميه كلها. راح نضيف شويه زيت زيتون، دائما نحرص انه كل اكلنا يكون بهالمواد. كل يوم اكررها اني. هسه صار عندنا كل المكونات والبصل والمعجون شويه خلينا كلهم خليناهم هنا، اوكي؟ راح نجي نضيف الدجاجه. خلينا نغسلها. طبعا انا غاسلها بس هي دائما تبقى تفرز عندي الدم بما انه قطعناها. دجاجة بهالشكل هذا كاملة، اوكي؟ على ظهرها. راح اخليها هنا على الظهر مالتها واريد اخليها تتقلى. اوكي؟ خليها تتقلى هنا بالشكل الصحيح وتاخذ الاطعمة كلها. شوفوا بدي تاخذ كل الأطعمة الموجودة بالتوابل هنا. خليها تتقلى شوية. خلي نقبغها هنا شوية وبعدين نرجع نكمل عليها. عموما لو اجينا نبدي نشتغل مثلا الهريسة او البسبوسة او اي شيء، شايفين دائما لما تسووها بالبيت تبدي تتفتت عندكم او تتفلش؟ ليش؟ مع العلم يستخدمون السميد الناعم فقط، بس اني دا اشتغل اليوم سميد ناعم وخشن اثنيناتهم، فلازم اضمن انه صار يعني شلون اقول تماسك بين كل المواد اللي موجوده عندنا باللي خليناه من سميد ناعم او خشن. احضرها واعجنها واكملها كلها واخليها بالصينيه واتركها ما لا يقل عن 12 ساعه. 12 ساعة محتاجة انه يتماسك المواد اللي عندي. راح تشوفون فد شوي العجينة بنسويها كلش لينة وما راح نتوقع تلزم، لكن بعدين لما ابدها طبعا انا محضر اثنين من البارحة مسلفنهم ومحضرهم. دقيقة اشوفكم اياها شلون. شوفوا شلون خال راشي طبعا جواها، شوفوا شلون متماسكة. باعوا خليها يعني تماسكت لما ظلت، حتى هنا لما نخليها بايدنا مو مثل اول عجينه. ليش؟ السكر الموجود والشيره والجوز الهند والنوعين السميد والمي اللي عجنتها به كلها خلاها تكون بهالشكل. شوف قالب الصينيه اني وهي ثابته وما عليها شيء. بهالحاله احنا حصلنا الشغل مالتنا بالشكل الصحيح وما راح تتفلش عندي. نتابع هنا بقى لها شيء دقيقتين. نجي نقلب الدجاجة. شوفوها شلون الدجاجة أخذت لون عندي وصارت بهالشكل هذا مثل ما تشوفوها قدامكم. هنا اختياري طبعا أنا أحب أضيف الفلفل الأسود. دائما بكل الأكلات أنا أضيف الفلفل الأسود، مو الحلويات لا، الأكلات فقط. راح نستخدم ملح الهملايا او البحري اللي سولفنا عليه انه ابسط شيء هالمواد. هو طبعا من باكستان، من المناطق الموجوده في باكستان يستخدمون منه، ياخذون منه هذا الملح. هذا الملح يحتوي على اوكي بالصوديوم بكلوريد الصوديوم، لكن يحتوي على اكثر من 85 معدن مفيد لجسم الانسان. هذا واحد. استخدامه بقله، يعني لو استخدمنا الملح الاعتيادي نخلي خاشوقة أكل، هذا نستخدم نصف خاشوقة أو نستخدم تقريبا فوق الربع خاشوقة، راح يعادل ملعقة طعام كاملة استخدمناها بالملح الاعتيادي. تشوفون الفروقات. زائد الملح الاعتيادي دائما يضيفوا له مواد كيميائية ما تخليه يتكتل أو ما تخليه يتجمع. هذا الملح اللي هنا اللي عندي اللي دا استخدمه أنا ما موجودة به هاي الإضافات والمواد. إذا أنا حصلت على مادة طبيعية أشتغل بها وأكل منها وما راح تأذينا. هو مفيد لمرضى الضغط، لكن أكو
موضوع ثاني او ملح ثاني، يا اما اللو سولت او الدكتور سولت ممكن يستخدموه المرضى اللي بالضغط، وراح يقدرون يستخدمون الملح بشكل اعتيادي وما راح يكون مؤذي لهم. هسه بدت الدجاجه تتقلى من الوجهين، شنو راح اسوي؟ راح اجي هنا عندي الطماطه اللي انا ضاربها بالخلاط، ايش راح اسوي لها؟ راح ادير وياها، وراها ايش راح اسوي؟ راح اجيب مي، راح ابدي اضيف مي حار وياها، واترك الدجاجة تستوي براحتها. هي هاي المرحلة اللي سولفنا عنها، اللي هي محتاجة يعني هنا الدجاجة ما يقارب شيء 30-40 دقيقة يلا تستوي، لأن الدجاجة مو كبيرة وحجمها 1100 جرام فراح تستوي عندنا. خلنا ناخذ مقادير رز البخاري ونرجع وياكم. ايش راح نسوي؟ هنا راح نسوي خلطه. شفتوا ان الدجاج هنا مسلوق وكامل عندي، ولا هو شويه يابس الوجه مالته، بس انا سويته قبل فتره عم اقدر اشرح لكم. هنا لما حتخلوا الدجاج راح يبدي يستوي الدجاج عندكم، راح يكمل ورا ما كمل والصوص كان عندي اوكي، راح نبدي نشيل الدجاج. شو نسوي له؟ هذا الدجاج راح نشيله، راح يكون نفس هذا. ايش راح نسوي له؟ كزبره، شوية كمون وكركم، هذول خلصنا منهم. راح نجي نضيف شوية من المرق اللي هنا كانت، اللي هي بعدها ما كاملة، هاي عندي جاهزة هنا، راح نضيف منها. هاي المرقة اللي جهزت عندي هنا، هي هاي موجودة قدامكم جاهزة تشوفوها. خلي عمود ما ننسى وتحترق عندنا. نطلع يوم ميز ازدحام صاير. نطلع الهريسة والعريسة اللي كملت عندنا، شو راح نضيف عليها؟ بالكم يمي عندي هنا الشيرة مسويها، ناخذ مقادير الشيرة شباب، ولو دوختكم اليوم، انا كل ساعه محولكم على موضوع، لكن اريد نوصل لكل المواضيع اللي خاصه بينا. هنا عندي هسه المقادير الموجوده عندي بالهريسه السوريه، راح يكون سميد خشن والسميد ناعم وجوز الهند والسكر كوب والبيكنج باودر، راح يكون عندي ملعقه طعام، راح يكون عندي الشيره نصف كوب والقشطه واحد علبه. راح يكون عندي مقادير الشيره 2.5 كوب سكر، مي كوب ونص، وملح الليمون اي اللمندوزي هو موجود، رشة صغيرونة أو عصرة ليمون. هي وحارة، هي وحارة أكيد. شو راح نسوي؟ راح نضيف دهن حر، خلي دقيقة واحدة بس نجيب شفتير الاعتيادي اللي نشتغل به، اللي يعني مثلا ما حد عنده شيء يروش به بشكل صحيح. شو نسوي عيني؟ على مود نضمن انه يتوزع عندي بشكل صحيح. اكو ناس تخلي الدهن الحار يعني يكون حامي، انا ما اخليه، اخليه انا دائما بهالشكل هذا.
هذا انتهينا من الدهن الحر، وهذا بدا يصير عندي صحيح. هنا انتظر بس شويه الشيره تحمى على مود ابدي اشتغل عليها واوزعها عليها. قلت لكم راح ادوقكم اليوم اني، هسه نتركها شويه نجي نرجع هنا. خلينا كركم، خلينا كزبره، خلينا كمون، وخلينا المرق الدجاج. معجون راح يكون عندي هنا. هذا الموضوع اختياري، اوكي؟ اللي هو عصرة الحامض. تحبون تخلوه، ما تحبون براحتكم. اوكي؟ هسه صار عندنا المواد كلها جاهزة وحاضرة. راح اضيف عليه شوية دهن. واجي اخلطها بهذا الشكل. نحتاج شويه بعد مرقه نخليلها، اللي هي قلت لكم اخذناها مستويه مثل هاي اللي تستوي عندي هنا. هاي انتهينا منها. نجيب اي صينيه عندي، طبعا اني ضروري قلنا موضوع الغسل، نغسل نحضره ويكون كامل عندنا كل المواد اللي نريد نشتغل بها. نصفي الميزه هنا عمود من الخبز. الدجاج اللي احنا مسويه اصلا ايش راح نسوي له؟ ابدي هذا الصوص راح يكون عندي هنا عليها. بدل الجفوف على مود خليها بالفرن تصير. شو راح نسوي عيني؟ عمود نضمن انه ما راح تنشف وما راح تيبس. ايش راح اخلي؟ رشة زيت الزيتون عليها. منا ومنا على الجانبين مع الدجاج. وراح نخليهم وين؟ بالفرن على درجة حرارة 180 أو 200 لحد ما يبدي يتحمر عندي. نرجع وين؟ على البسبوسة مالتنا أو الهريسة. ايش راح نسوي لها هسه؟ راح تشوفون شنو راح نسوي لها. شيره حاره ضروري تكون عندي. طبعا قلت لكم اليوم بدينا من النهايه، بدينا بعد ما خلصنا كل المواد اللي عندنا وطبخنا، يعني شوفتكم النهايه، فشويه نبدي بدايتها شلون نسويها. ولا تخافون يعني ما راح نشرحها هيك. ايش راح نسوي؟ نبدي هنا نوزع الشيرة عليها بهذا الشكل. خلاص صارت جاهزة. شو نسوي وراها؟ خلينا نرجع الفستق. هاي صارت جاهزة عندنا. بعد شوية نبدي نصبها، بس أريدها شوية ترجع تطرى أو تشرب الشيرة والدهن اللي خلينا لها. شفتوا؟ من خلينا الدهن وهو بارد ما نخاف، لأن جتنا شيرة عليه حارة، فراح تبدي شو تسوي؟ تبدي تموع لي الدهن كله ويكون كلش طيب. منا خلصنا ونا خلصنا، ايش راح نسوي؟ موضوع مهم كلش هنا عندي. بعد ما يستوي الدجاج
وطلعنا الدجاج هنا. قلت لكم لان مراحله طويله فقسمته مرحلتين على امل انه اقدر اوصل لكم الفكره. طلعنا الدجاج وسوينا هاي الصلصه. التمن مغسول وجاهز. التمن اطبقه بهذا المي، فهمتوني؟ التمن اطبقه بمي الدجاج والصلصه والحمره والطماطه والمعجون كلهم راح اطبقهم هنا. واذا شفت المي هوايه اشيل منه، اذا المي قليل اكمل له مي، واعتيادي جدا راح اصير الطريقه ويطلع عندكم التمن كلش مرتب. هذا انتهينا. هنا الكشمش بعدين نبدي نضيفه. ايش راح نبدي نشتغل هسه؟ خل اجيب عندي نجانه. اوكي، سميد ناعم، سميد خشن. اوكي، ناعم وخشن، كوب ونص بكوب ونص. هذا صار عندي اثنين. جوز الهند نص كوب راح يكون عندي. السكر كوب. القشطه خل اجيب خاشوقه انزل فيها القشطه. القشطه راح تكون عندي علبه واحده. كذلك القشطه اختياريه، حبيت تضيفوها ما حبيتوا ما راح تاثر. اوكي، نفس الكاسه مال القشطه راح احضر بها مي. نفس القشطه بدون ما اغسل الكاسه مالتها، راح اضيف الشيره اللي موجوده عندي. انتهينا. ايش راح نسوي؟ بدون اضافه المي، بس خليني اجيب اللي جاي. ايش راح اسوي هنا؟ ابدي اسويهم هيك. دا ابدي امزج باهم ماده راح تلزم لي، البسبوسه او الهريسه مثل ما يسموها هم، اللي هي حبات السكر والشيره اللي هي راح تكون لي بين هلالين نقول دبقه. فهي راح تبدي تلزم لي الحبات اللي موجوده للسميد وتبدي واحده بالثانيه تلتصق. فاني بالنهايه لما اخليها ليله كامله او 12 ساعه راح احصل ماده كلش حلوه ومتلاسمه مثل ما شفتوها قبل شويه. باعوا باعوا هنا نفس الشيء. شوفوا هنا شلون بدا عندي كله يبدا يتلازق عندي ويا جوز الهند ويا السكر. باعوا شلون هنا دا اسوي؟ شوفوا باعوا. الشكل هذا باولي. هنا هسه خلصنا من اول مرحله. ايش ابدي اضيف؟ المي بالتدريج. نقول نضيف نص الكاسه ونرجع نعجن. نرجع نعجن وراها نبدي نعجن ونعصر على مود ابدي اني اخليهم يتماسكون بيناتهم. بالشكل هذا. شوفوا بدا يصير عندي هنا. بهذا الشكل ابدي امزج كل المواد اللي عندي هنا، وبالنتيجة راح أحصل آني على عجينة كاملة. هنا أحس أكو خشونة، تحسون أكو خشونة بإيدكم بعدها لما شلون تشيكوها لما تبدون تعصرون؟ أكو خشونة تحسون بإيدكم. إذا السميد بعده ما ماخذ كفايته من المي ومحتاج بعد فترة أطول. أنطي شوية بعد مي اللي بقى عندي وابدي هنا. لا تخافوا مو هوايه،
حطيتنا راح نبدي بهالطريقه نهرس بالسميد وراح نخليه شويه يبدي ياخذ قراره ويبدي يسحب المي حاله حال البرغل اللي نسويه بالتبوله. نجي نخلي البرغل شوي ونا مي ورا شويه نلقيه ممتص المي وصاير اقوى وراها نضيف له شويه مي راح يكون عندي البرغل بالشكل الصحيح صاير وموضوعه مرتب. نخليها شويه تاخذ قرارها هنا براحتها راح تكون نفس هاي. اوكي بابا الدجاج دين شوي ما لنا علاقه به نشيل هالكاستين ما محتاجيهم بعد. من راح يصير عندنا راح نبيتها ليله كامله بهذا الشكل وراح تصير عندنا قويه. نجي شو نسوي له؟ مكسرات على ذوقكم شي يعجبكم خلوه يعني ماكو شي محدد. تريدون فستق عبيد تريدون لوز تريدون شنو اللي يعجبكم ممكن تسووه يعني ماكو نوع محدد حسب ما تحبون انتو. شو نسوي بعدين؟ نبدي نضغط على مود نحصل هنا المواد تبدي تلتصق عندي بالرئيسة. شوفوا باعوا صارت جاهزة هنا انه هي تدخل فرن. قد نخليها 15 دقيقة بعد ما يكمل عندي هنا 15 دقيقة اخليها بالفرن بعدها اطلعها اقطعها واعوفها شي 10 دقائق راح تكون عندي جاهزة ومرتبة. اوكي بس احنا لازم نسويها كلها قدامكم وشوفون شلون راح نبدي نجهزها. مقدار المي ليش ما انطيته اني؟ لان بين الطحين والبرغل والسميد نوعيات متفاوتة بالإنتاج مالته. أكو مواد تحتاج مي أقل، أكو مواد تحتاج مي أكثر، فأني على مود ما أخوض بغمار هالموضوع وأوكي وهواية أبدي شوية شوية يعني نقول بين الكوب إلى كوب وشوية راح يكون عندكم على هذا اللي موجود بس أنتم اشتغلوا أقل من كوب على مود تكونون مأمنين من هاي الناحية. ايش راح نخلي؟ راشي؟ وابدي الوث كل جوانب الصينيه بالراشي، بعدين ابدي شوفوا الاطراف مالتها اللي ممكن يلزق بيها، اني راح ابدي اسويها بهذا الشكل. شوفوا شلون صارت؟ صارت هيك بهالشكل عندي صارت جاهزة انه ابدي اخلي بها. اجينا هم ارجع اخلط المادة مالتي اللي سويتها بعدين اجي اديرها هنا. دربالكم مو شوي ليلة كاملة راح تظل لازم عندنا بالضبط ليلة كاملة من 10 إلى 12 ساعة ضروري جدا جوا هذا الوقت راح تكونون انتو يعني شلون تغامرون بهالموضوع وراح يسبب لكم مشاكل. على مود الدهن تظل عندي هنا ما يروح حرامات خليت ويا مي راح ادي بايدي هي تشوفوا اعدل بيه بس كل شوية خلي ايدي بالمي وابدي اعدل بها. هي لينه اي طبعا لينه هسه لكن بعدين راح تكون عندي كلش حلوه وشفتوها شلون التصقت بس انا هنا امنت بنسبه 100% انه ما راح تبدي تتفلش عندي البسبوسه او الهريسه لما اسويها. هو البسبوسه بعد اكو بها اضافات
ناس خلي لبن غيره غيره. فاحنا اخذنا اسم الهريسه مالتها، والهريسه دائما يسووها برمضان في سوريا والناس تحبها، فاخذت هذا الاسم على مود نكون يعني دقيقين بوصفنا لاي ماده نسويها. هسه خلصنا الدجاج هنا على النار، خلاص الدجاج تقريبا استوى. يعني بعد ما انسلق واستوى وكمل واخذ طعم التوابل، جيت انا هنا هم خليت له توابل وخليت له معجون وخليت له شويه زيت زيتون ودخلت الفرن وصار عندي بهذا الشكل. شوفوا بهذا الشكل صار عندي، شوفوا بعد دا يستوي هو. هذا هنا كمل عندي. شباب ناخذ المقادير بعد اذنكم، ناخذ الرئيسة وناخذ مقادير الرز البخاري. شوفوا هنا اللي صار عندي الدجاج شلون استوى، وعندي هنا هم قلبت الدجاجه وسويتها. شفتوا احتاجت مي، ممكن جدا انه تضيفوا لها المي وما راح يكون بها اي مشكله، بس لما تطبقون التمن حرصوا انه سنتيم المي ما راح نتعداه، ضروري جدا عمود لا يعجن عندنا التمن ويكون عندنا بشكل حلو. خلينا نخلي اللي جهزناها لهريسنا اللي موجوده عندي وجهزنا بس المكسرات مالتها، خليها بالفرن ونبدي نشتغل بها. هنا راح نجي على الموضوع اللي كلكم راسلتوني عليه اللي هو الجرام مسالة، انه شلون شيف وما دا نلقيها. هي الجرام مسالة نادرا ما نلقيها، واذا نلقيها فهي تكون مستوردة فقط. المقادير راح تكون عندي بعد اذنكم شباب. الجرام مسالة ثابتة من افضل شيف هندي، كنا ندخل وياه دورات طبعا في دبي، اللي هو هاربال. شيف هاربال يعتبر افضل شيف هندي بالعالم كله. فلفل اسود ملعقه شاي، راح يكون عندي حبه حلوه اللي هي راح تكون ملعقه طعام، او الشمر اذا تقروها دائما الشمر. نجمه اليانسو راح يكون عندي 5 حبات دارسين 6 قطع، قرنفل 12 حبه، هيل 25 حبه، ورق الغار 7 حبات، كمون ربع كوب، كزبره نصف كوب. على شنو ننتبه؟ ننتبه على موضوع كلش مهم هنا، الا وهو انه اكو ماده موجوده انا ما كتبتها، اللي هي الهيل البلاك، الهيل الاسود، اوكي، او البلاك كارديمون يسموه، الهيل الاسود او الهيل الحبشي. هذا ما موجود عندنا ومو دائما موجود بالعراق، بس احنا ضاعفت أنا الكمية الموجودة بالهيل الاعتيادي وخليتها، بس هو طعمه باختلاف بشوية حرارة بهالمواضيع، فرح نشتغل عليه بهالشكل هذا، لأن دائما قلت لكم نشتغل السهل الممتنع، مو ماكو هيل أنا ما أشتغلها، لا أشتغلها بهالشكل وتطلع كلش طيبة. شو راح نخلي؟ بالكم وياي على الطاوة، بالكم وياي على الطاوة. فلفل أسود خلينا هنا، خلي اللم هذا اللي وقع عندي، كمون هنا حبة حلوة، هنا نجمة اليانسون، هنا كزبرة اللي هي أكبر كمية بيهم، وهنا عندي الهيل، وهنا عندي ورق الغار، أوكي. وأكيد راح يكون عندي هنا أخير شيء شنو،
الدارسين. هذول كلهم هم مكونات القرم ماسالا. اوكي نخليهم على النار ونخليهم على نار عالية اعتيادي. ايش راح نسوي هنا؟ نضيف النومي بصرة والدجاجة تستوي. قلت لكم ميلة تخلونه هواية. وراح نبدي نسهي بالقرم ماسالا. خلينا نكسر الورق الغار على مود ما يبدي يطفر عندي. رأسا راح تطلع لكم فد ريحة تجنن، فد عطر خاص بكل هالتوابل لما تمتزج يكون كلش طيب. شوفوا هي هاي القرم ماسالا بالطاوة نسهيها، نخلي ريحتها تطلع، نخلي يبدي اللون مال البهارات يبدي يتغير ويبدي يسهى عندي، وراح يكون عندنا شكلها كلش حلو وراح تحبوها 100%. ممكن بالرز تستخدموها، ممكن بالدجاج، ممكن ويا اللحم، بكل مكان ممكن تستخدموها. خليها شويه تتحمر هنا هاي ورق الغار، وخلي بدل الشيف لان صار ببهارات. عم تلصق لي هريسه عندنا بالبهارات. خلي نجيب سكين هنا، نجيب سباتولا صغيرة عم نقدر نرفع القطع اللي حضرناها هنا. شوفوا شكلها شلون صار حلو. صارت جاهزة، وبدل ما تظلون انه عاجبني هاي عاجبني هاي وما موجودة والدنيا حارة وما حد يطلع يجيب لكم، ما تطول عندكم ليلة واحدة على مود تكونون بكل شيء فاهمين ايش بدها تشتغلون انتو. اوكي قطعها بالشكل الصحيح هنا. بارنا يم البهارات منعوفة. شوفوا بدت الروائح تملي الاستوديو مال البهارات اللي حاليا 100% طعمها راح يكون صح. شوفوا شلون صارت عندي حلوة. خلي خليكم يا هنا، خلي نجيب القطعة الثانية اللي عندي. شوفوا متماسكة، ليش تركتها ليلة كاملة متماسكة؟ مع العلم شوفوا أنا دا أتحرش بيها، خليها نص من الجانب وأحركها من الجانب، هي متماسكة ما موجود بيه موضوع اللي يتفلش. ايش راح نسوي؟ شوية مكسرات حلوة هنا، نصي التوابل ونبدي نصفطها شو ما يعجبنا هنا. خلينا نبدي نقطع ذولا. هسه مرتي جيم اسوي هدال ما ادري شكل اليوم. ظهر اليوم ملتزم بالكيتو واليوم دا اسوي حلويات. شوفوا بزوتكم شيلوها ولا تخافون منها نهائيا، ولا راح تتخربط عندكم ولا تسوي لكم اي مشكله. بعد اذنك مصورنا مخرجنا راح اجيبها هنا. ريحه طيبه ثواني تؤمر. شوفوا باع البهاراتنا تغير لونها، وين قبل على الطاحونه. ردتوا تسوون اقل، ممكن جدا تسوون اقل من هذا الموضوع وتسووها مثلا 25 حبه هيل، نسوي اصغر ونسوي عفوا 12 هيك. اوكي اوكي ايش راح نسوي هنا؟ نجيب نفس الملعقه اللي درنا بها الشيره بالبدايه والدهن، واجي اخلي شيره عليها بهالشكل هذا، وراح تكون كلش طيبه وراح تعجبكم والفين صحه وعافيه. هذا انتهينا منها وشفتوا الطريقه مالتها سهله، ما تفلشت ما تعبتنا، وبتك ايد كنت يعني مو بايد اثنين هيك يعني بمكان ارتكاز واحد عندي دا اسحبها وما تنكسر. هذا هو السر اللي موجود عندنا. حبيتوا تضيفون دهن ازيد ممكن جدا، حبيتوا تضيفون
يعني الموجود الكلوكوز ويا الشيره، اكو ماده كلوكوز يضيفوها، حبيتوا بس شيره وتضيفون عليها، شفتوها شلون طلعت، وبالصحه والعافيه ان شاء الله يا رب العالمين. القرم ماسالا جاهزه، وشوفوا شكلها تغير كل اللون اللي عندي هنا، تحمصت التوابل. هاي التوابل على طول وين؟ من ايدكم للطاحونه، وراح تنطحن وتكون عندكم عفوا اطيب قرم. قلت لكم يوم صوت البسبوسه والهريسه ما اقدر، فراح تكون عندكم اطيب قرم ماسالا، وراح تشتغل عندكم لحم، تشتغل عندكم دجاج، تشتغل عندكم بالرز. هسه خلينا نشوف هاي، شوفوا شلون قبل شويه كانت ايش قد لينه، شفتوها شلون انه هي تنزل من الايد، بدت تلزم. هاي استونه، لما نخليها ليله كامله راح تصير نفس هاي، وصير بياض وجه، وجهكم ابيض ان شاء الله يا رب، وراح تكون بهالشكل هذا. هسه شو نسوي؟ نوخر هذول منا شويه المواد. وعندي انا مكمل اكيد، خليه على جانب او خليه هنا واصب. عندي هنا الرز اللي انا مجهزه مسبقا، اوكي؟ جهزت رز مسبقا على مود اقدر انه اجي اصبه ويكون جاهز بالبرنامج. بيش تطبق الرز؟ الرز تطبق بالمي اللي ظل من الدجاج عندي، لما ستوت الدجاج وكملته جيت ضفت عليه الرز اللي اريده والمواد اللي عندي، وصار عندي بهالشكل هذا. شوفوا، ما ننسى عندنا شنو؟ عندنا هريسة بالفرن نتابعها بعد، اوكي؟ ايش راح نسوي هنا؟ راح نجيب الدجاج اللي سويناه ونسويه على النصين اللي سويناه بالرز البخاري، وصار عندي جاهز هنا الدجاج والمواد جاهزة والرز جهز، والرز راح يكون أطيب رز تحبون تاكلوه دائما بكل مكان عندكم. شو نسوي هسه؟ نذكر مرة الأخ، اجينا أول ما حمسنا شنو؟ أول ما حمسنا الجزر ويا وراء الكشمش شلناهم اثنيناتهم سويناهم على جانب، رجعنا خلينا شوية زيت زيتون وخلينا البصل، بدأ البصل يستوي عندي، ضفت التوابل عليه، ضفت شوية معجون، خليت الدجاجة تتقلبي، كملت شفتها أخذت وجه، أخذت طعم، شو هسوي لها؟ أدر عليها المعجون والمي الطماطة والمي الاعتيادي اللي شوية قلنا عليه، ونخليها تفور بيه، تفور مثل ما تفور عندي هاي الدجاجة، وبدت يتغير لونها. شوفوها بالكاميرا شو بدت تستوي، بس أنا ما عندي الوقت الكافي، يعني لازم ندخل على أخبار على 3 أو 4 يلا نخلص. شوفوا بدأت تستوي الدجاجة، وهذا المي ممكن أضيف له بعد مي عمود أقدر أطبق به التمن. وصلنا هالمرحلة طلعنا الدجاج اللي هو هذا الدجاج، جينا ايش خلينا له؟ خلينا له كركم، خلينا له شوية المرق من موجود هنا، خلينا كل المواد اللي ردناها وشوية زيت غلفناه بهالمادة، وين دخلناه فرن، طلع ايش راح يكون عندنا؟ صار عندنا بهذا الشكل اللي شفتوه انه كمل ويا الرز. راح اجي اضيف اخر شيء عمو، تعرفون وين راح نضيف الجزر والكشمش؟ راح نضيفه هنا، نضيفه عليها بألفين صحه وعافيه عليكم. هسه عرفنا الطريقه، كمل الدجاج رفعتوه، شو تسوون راسا؟ تطبقون التمن هنا. نصيحه لكل ربة بيت جديده بدها تشتغل بالنسبه للتمن، افسح المجال له دائما دائما، كبر الجدر، كل ما كبرت الجدر كل ما حصلت رز صحيح 100% عين الريش، اوكي؟ مو تجي نسوي لي جدر مخروط او مو مخروط عفوا اسطواني صاعد لفوق واطبخ بيه التمن، لا راح يطلع معجل وراح يطلع مكسر عندك وما مستوي، لا انطي مساحه كبيره، دائما انطي جدر كبير وطبخي راح تشوفين التمن راح يستوي عندك بالشكل الصحيح. بالتاكيد هنا صار عندي جاهز الهريسة، وصار عندي كذلك جاهز الرز البخاري والدجاج، وصار عندي جاهز هنا الهريسة المشوية اللي سويناها ويا المكسرات. أكيد راح يكون عندنا كل ما موجود اليوم. بالتأكيد ما أنسى أنه أشكر كادر برنامج مطبخة مع الشيف عرفان، وأشكر متابعتكم. بالتأكيد
انتظروني بعد غد بحلقة مهمة عن ثلاث وجبات كيتو، وإن شاء الله راح يكون وياي ضيف عبر سكايب من خارج العراق. في مال الله.